اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج ابداع العلوم. هذا البرنامج اللي عم يحمل الكثير بين طياته من المعلومات القيمه والمفيده من خلال التقارير والتجارب والاستفسارات. اكيد معلومات كثيره رح تكون بانتظاركم على مدى زمن الحلقه ومن خلال فقراتنا المتنوعه. طبعا نبدا باول فقره عن الصابون، هذه الماده الفاتكه بالجراثيم، حيث يعتبر الماء والصابون من اهم العناصر الفاعله في تحقيق النظافه الشخصيه والنظافة العامة إن صح التعبير. إذن مشاهدينا، عن تاريخ صناعة الصابون رح نتابع التقرير في الفقرة الآتية وناخذ شوية معلومات من الصابون، صناعته وبدايات تعامل الإنسان مع هاي المادة. خليكن معنا، أهلا وسهلا فيكم. الصابون. يصنع الصابون المنزلي من الدهون الحيوانية أو النباتية بالإضافة إلى الزيوت أو الشحوم. أما عملية التصنيع الكيميائي في المصانع فتعتمد على ملح الصوديوم أو البوتاسيوم، ويتكون الصابون في هذه الحالة بناء على التفاعل بين الدهون والزيوت والقلويات التي غالباً ما تكون مركبات للجليسرين وحمض دهني مثل الحامض النخيلي أو الحامض الاستياري نتيجة عملية التصبن. الصابون موجود منذ آلاف السنين ويعرفه جميع الناس. تعد صناعة الصابون كأول صناعة كيميائية حققها الإنسان، مع أنه لم يكن يعرف الكيمياء بعد. شاعت صناعة الصابون في إيطاليا وإسبانيا، وذلك لوفرة المواد الأولية عندهم. في القرن الثالث عشر ازدهرت صناعة الصابون في فرنسا، وكانت المواد الأولية المستعملة هي دهن الماعز ورمل خشب الزان. في القرن السابع عشر اشتهرت مرسيليا في فرنسا بصناعة الصابون، فاستبدل دهن الماعز بزيت الزيتون، وطورت طريقة تصنيعه لتتلائم مع هذه المادة الجديدة. توصل الكيميائي نيكولاس ليبلانس إلى تصنيع الصودا الكاوية NaOH من ملح الطعام. ومنذ ذلك التاريخ أخذت صناعة الصابون منحا جديدا، إذ أصبحت عملية التصبن تتم بطبخ زيت الزيتون بمحلول الصودا الكاوي. الصابون الطبيعي يتم تصنيعه يدوياً، ويتم استخدام زيوت نباتية طبيعية لضمان حفاظ الصابون على كامل مكوناته الطبيعية من الفيتامينات والعناصر المغذية للبشرة. بعد ما تابعنا التقرير إذن مشاهدينا، وهي التقرير فعلا عطانا معلومات جميلة، ولازم كلياتنا نبحث دائما بكل المعلومة بتصير استغرابنا، ولا حتى يعني إنه تفسير مالي استغراب مالي أي فكرة ممكن إنه تبين مثلا غريبة، دائما نحن نطلع ونبحث دائما. بكل أحوال التقرير اللي قدمناه نحن بنتمنى فعلا إنه يكون أعطاكم شوي من المعلومات المبسطة. هلا رح نرجع مباشرة لنبدأ بفقرتنا اللي هي تحت عنوان تحدي العلوم، وهي الفقرة كثير هي ممتعة لأنه هون عم بصير عندنا تجارب بطريقة آمنة وسريعة وسلسة ومبسطة، وبنفس الوقت أنه هي تكون، والأهم طبعا المعيار وعنصر هو البساطة لحتى نوصل المعلومة بصورة سلسة وسريعة. بسرني أني رحب بهبة. هبة، أنت اليوم رح تقومين بمجموعة تجارب، مثل ما عودتينا دائما تجاربك هي بتكون غريبة وبنفس الوقت بتكون تجارب يعني تجارب في إلى هدف آمنة. سريع بيوصل تمام. أكيد هي تجارب، هي شغلات خلينا نقول علمية فيزيائية كيميائية بتصير معنا بالبيت، نحن بس عم نحاول إنه نرجع نطبقها بإيدنا مع شوية حيلة مع شوية معرفة لشي اللي عم بيصير، عشان نحن نقدر نخلط العلوم بحياتنا اليومية. يعني عم نقوم بعملية تجريب بسيط، تجريب وبالتالي بسيط لاكتشاف وتفسير هاي الظواهر. كمان اسمحوا لي لكان مشاهدينا إني رحب بأصدقائنا اللي قرروا ينضموا لأنه نرحب بالشباب الحلوين اللي بدنا نتعرف عليكم مباشرة. تفضل. أنا اسمي عماد. عماد أي صف عماد؟ صف التاسع. هواياتك؟ هوايتي التمثيل.
قدم سهل. إن شاء الله هيك بدنا منك تشد الهمة لتكون من الأوائل بالصف التاسع وتأخذ هيك الأول على الجمهورية العربية السورية بشهادة التعليم الأساسي. كمان تعرف عليك. أنا عبد الرحمن، نجح الصف الخامس. هوايتي الرياضة بشكل عام. الرياضة بشكل عام، يعني بتحب النشاطات البدنية. طيب النشاطات البدنية هي هواية حلوة جميلة جدا، بس لو سألتك عماد وعبد الرحمن النشاطات الذهنية يلي بتعتمد على التفكير على التحليل على الملاحظات ومن بينات الشيء اللي حنقوم فيه هلأ، قد ايه من المهم انه احنا كمان نكون شاطرين فيها بهاي الرياضات؟ لا هو مهم، بس في رياضات احيانا ما بتكون بتسلي، في رياضات ذهنية بتسلي وفي رياضات ذهنية ما بتسلي، فاحنا بنحاول نطبق اللي بتسلي اكثر عشان نتسلى. صحيح، ونستفيد. معك حق تماما، وهيك بتاخذ المعلومه بصوره ممتعه اكثر بتستمتع فيها. عبد الرحمن انت كمان شو رايك بموضوع الرياضات الذهنيه وشو اكثر مجالات بتحب تميل لها انت؟ علوم، فيزياء، بهاي الرياضات هلا. مثلا وهي المجالات الرياضات الذهنيه انا بحب ميل للعلوم والرياضيات. حلو كثير، يعني اليوم احنا هلا في فسحة وفرصة لحتى نقوم بشوية تفكير وتحليل لحتى نوصل لتفسير وتحليل نتائج معينة قبل ما تقدم لنا اياها. هي بهاي النتائج بدنا منكم انتم تفكروا وتحللوا، بلكت انه بتقدروا انتم تقدموا لنا الشرح الشيء اللي بده يصير بالتجارب اللي رح تقوم فيها. هبة برجع لك، هبة اليوم تجاربك شو رح تكون؟ تجاربنا اليوم عندنا شغلات خفيفة لطيفة كتير. هلأ إحنا كلاتنا بنتعرض لموقف إنه نحنا نحط ثلج. إذا اليوم التجربة على الثلج، مكعبات الثلج. إيه عنا مكعبات ثلج. هلأ بيكون عنا مكعب ثلج وقع في كاسة، بدنا نفرض إنه نحنا بدنا نشيله أو زعجنا أو وقع مننا بالغلط كمية كبيرة من الثلج، تمام؟ يعني وقع كمية ثلج بقلب الكاسة. تمام، كمية أنا بدي خفف مثلا. تمام، أنا بدي خفف منه. نحط 3 مكعبات نزل 10 مكعبات مثلا. تمام تمام. إذا عم نتابع عماد وعبد الرحمن هاي المراحل والخطوات. هلأ هاي البداية، نحن بدأ مباشرة. تمام، فهلأ أنا بس هون الخيط، هذا الخيط. تمام، لا ما بدنا الأبر هلأ، بدك تطقطق لنا البوالين أحمد. لا ما بدنا تطقطق لنا البوالين، آخر الحلقة منشوف. آخر البوالين سوا منطلع. إذا الخيط رح نطلع أطراف الخيط. الخيط بالتجربة، علاقة الخيط بالتجربة إنه أنا كيف بدي طلع مكعب الثلج، مكعب الثلج من منه من الكاسة. تمام، بحب يساعدك على ما يبدو الخيط. تمام، إذا نحن بدنا نطلع مكعب ثلج بواسطة خيط، يعني الموضوع ما هو غريب عبد الحماد؟ بلا ما هو غريب، يعني تحسه أنت عبد الرحمن؟ يا ترى أنت سمعت قبل هلا بهيك تجربة؟ حاولت تفكر كيف؟ يعني طيب كيف حدا بيحب يجرب قبلي؟ أنا أنا باستخدام الخيط بس بدي أطلع الثلج من الكاسة، حدا بيحب يجرب؟ جرب. حدا عنده تفسير علمي يجرب؟ جرب عبد الرحمن، هاي رح نحط لكم هي هون قبل ما يذوبوا الثلجات لانه شوب كثير. عم حاول ترفع مكعب ثلج، هي الفكره انه بالخيط بهالطريقه بدنا نرفعها. انا بدي استخدم، المهم انا ما اغمس ايدي بالمي. اي طريقه قادرين بدون ما تغمسوا الايد بالمي. طيب اذا بدنا نستخدم كتفسير علمي نحن الثلج هو عباره عن ماء متجمد، تمام؟ فانا كيف فيني اطلع هي الثلج من الكاسة؟ أنا رح استخدم ملح، رح رش بحط الخيط قريب عليها للثلج وبحط برش عليها ملح. ملح بهي الطريقة. يعني تجربة غريبة، معقول تزبط؟ يفترض يفترض. أها، شيء مثل السحر، مثل ألعاب الخفة فعلا. هلأ اللي صار إنه أنا ما تحطيت الملح، انا حاولت انه هو يكون على مكعب الثلج اللي حصرا انا بدي اياه من دون ما ينزل بالسائل. تمام. هو ما رح يذوب بالسائل، السبب انه الملح رح يغير من حراره مكعب الثلج. تمام، ورح يساعد على التصاق الخيط فيه. هو داب شوي، التزقت الجزيئات الملح مع مكعب الماء. نحن بنعرف انه بصير في اتحاد بين ذرات الملح والماء. تمام، فبهي الطريقه انا حصلت مكعب الثلج اللي كان زعجني من الكاسة. وهيك فينا نقول هيك بنكون حققنا اول تحدي بتجاربنا لليوم. ما بللنا الايد ابدا، ما بللت ايدي نهائيا. ما بحسن نقول انه الملح صاحب حرارة الثلج؟ لا
تماما هي الفكرة، فكرة على تعديل درجة الحرارة، الملح عدل درجة حرارة مكعب الثلج وسبب حبات الملح التصقت بالمكعب ولزقت معها الخيط. إذن هاي هذا أول تحدي، تجربة فعلا كانت ناجحة. خلص معنا تمام، هذا أول تحدي من تحديات العلوم اللي نحن فينا نستخدمها واللي نحن منجهلها شوي. طيب إذن هاي التجربة فينا نقول أنه نجحت ووصل الهدف العلمي منها، وبتمنى فعلا أنه كل الهواة واللي عم يتابعوا معنا أنه يكونوا أخذوا النتيجة العلمية وبنفس الوقت يلجأوا لهاي الطريقة لحتى يشيلوا المكعبات الزائدة من الثلج، بس إنه لازم يعملوها بسرعة قبل ما يدوب الثلج، هاي بدنا نقولها أكيد. أكيد. طيب، في تجربة ثانية كمان إلى علاقة. في تجربة ثانية كمان إلى علاقة بالمي. تمام. ما بصير بدون المي بس هالثلج؟ لا، لأنه نحن إذا أنت عندك ثلج لحاله أنت فيك بنفس الطريقة تستخدمها. تسحب مكعب الثلج، بس نحن استخدمناها كحيلة علمية. إذا عندي مكعبات ثلج زيادة بسائل ماء وأنا بدي حافظ على نسبته من دون ما بلل إيدي أو إنسان. سلط الضوء على حيل وطرق عبد الرحمن، الشيء اللي بنستخدمه بالبيوت، يعني هلا اكثر شيء احنا ببيوتنا باستعمالاتنا اليوميه بنحط مكعبات الثلج على كاسات العصير، يعني ضمن سائل او ضمن حتى المي، بس انما لحاله يعني اكيد ما حد حياكل ثلج لحاله، صح؟ اكيد. فبالتالي ضمن السائل هي هيك المفروض، بما يساير احنا استعمالاتنا اليوميه للمواد اللي احنا عم نقوم عليها بتجاربنا اليوميه. ننتقل اذا للتجربه الجديده. تجربتنا الثانيه كمان عن المي احمد. بدنا نحكي قديش المي بيساعد على تعديل درجة الحرارة. احنا بالصيف وقت بنعرق، العرق هو عبارة عن سوائل مطروحة من الجسم لتعديل درجة حرارة المتعضية اللي نحن موجودة عنها اللي هو جسمنا، وعبر المسامات بتطلع. عبر المسامات، فمن بدءا من الخلية انتهاءا بالكرة الأرضية كلها، المي هي السبب الرئيسي لتعديل درجة الحرارة أكيد. فإذا كان عندي بالون فاضي وأنا سلطت عليه نار، شو لح يصير؟ صفر. بده يفقع. طيب يفترض انه بده ينفجر. طيب السبب؟ انه النار حرقته فانفتح في فشل، خرج الهواء اللي داخل. تمام. هلا انا لما عرضته لدرجة الحرارة، تمام، انا لما عرضت البالون لدرجة الحرارة صار في عندي تسخين للهواء. مثل هذا فارغ ما في مي. هذا فارغ، هذا فارغ، ما عندي في شيء. اذا سلطنا عليه، هلا ما رح نسلطنا عشان ما ينفجر، ما له شيء. طيب خلينا نجرب، معلش نكون جريئين اكثر. طيب. بس دائما نحن برجع بذكر بناخذ بالحسبان وسائل الاحتياطيه والوسائل الامنه. البالون بقلبه غاز، فيك انت عبد الرحمن تضغط عليه بتحس في شيء عم يضغط على ايدك من جوا، هذا الغاز اللي مملوء فيه البالون. طيب هلا هبه شو هلا البالون فاضي، انت ولا انا؟ انت احمد. زقربناه على النار. انا برايي خلي الشباب، عماد تفضل انت مشان تستنتجوا معلومه. بنقربه على النار رح ينفجر دغري مثلا ولا بده وقت؟ بنجرب هلا. لا تمام، انفجار قوي جدا، ما لحقنا نحطه على اللهب تماما. اكيد. السبب هو تسخين ماده الماده الغازية المصنوع منها البالون، تسخين الهواء اصلا يلي هو موجود فيها. هلا من الحيل العلميه اللي نحن موجوده عندنا انه اذا حطينا نحن مي بالبالون وعرضناه لدرجه الحراره، فاللي رح يصير عندنا انه ما رح يطق. السبب إنه اللي هو تمام كميه المي اللي موجوده جوا شو عملت؟ عملت على تعديل درجة الحرارة، فهي صارت تتسخن، صارت تسحب الحرارة اللي جاية من الشمعة وتتسخن بطريقة ما، تمام؟ فهي هلا تحط ايدك على البالون بتلاقيها سخنة من تحت، بس هي حتما فينا نقول انه هبة الحرارة تم اختزانها ضمن الماء، يعني الماء هو اللي امتص وخزنها. تمام، هو عدل درجة الحرارة، الماء ده عدل عندي درجة حرارة البالون من برا، فمنعت من حدوث اي شيء. البالون صار مسافة ابريق مي. تماما تماما، حط ايدك حتى تلمس. في حرارة شيء؟ راحت. حرارة يعني بسيطة، خفيفة كتير. السبب انه هيك، بينما بالمقارنة البالون الفارغ مملوء هواء فقط مباشرة تم انفجاره يعني وتمزق. تحبوا تجربوا انتوا فوق الشمعة؟ طيب رح نجرب كمان التجربة معك هلا عماد وعبد الرحمن. بدنا نحطها بشكل شاقولي بحيث انه المي كمية المي تكون فوق الشمعة. ما تقربوا كتير،
بيقربوا كتير مباشرة ولا ما في داعي؟ ما بيأثر، ما هي لمجرد ملامسة الحرارة رح يطق، لو بده يطق كان طق مباشرة. نحن شفنا بالتجربة اللي قبل كيف أول ما قرب عليها فورا وبشكل سريع كان تمام. هلا هون نحن مثل ما قلنا عبد الرحمن بنخلي المي مباشرة فوق الشمعة، ما تطفي الشمعة. علي لو بده يطق كان طق بكفي. هيك بتكون نجحت معنا، خلص نجح معنا التحدي الثاني بالعلوم اليوم. طيب فينا نرجع اسالكم انا عماد وعبد الرحمن انه شو السر انه البالون المملوء ماء لم ينفجر والبالون اللي كان بس هواء انفجر؟ لانه شو فهمتونا؟ انت اشرح لي تفسير هاي التجربه وعبد الرحمن بيشرح سبب تفسير انفجار لهلا بده يصير. طيب تفضل عماد. ممكن انه هذا فيه مي، المي مثل ما انه هو السبب الوحيد لتعديل الحراره. فعدلت حرارته فاجى البالون فكان المي انبسط حراره الشمعة تماما فصار هي اشبه ببريق البالون. حلو هذا التشبيه. فالمي عم يسخن وعم يسخن البالون. بالضبط تماما. والبالون الفارغ عبد الرحمن بنرجع تشرح لنا ليش انفجر؟ لانه المواد المصنوعه منه قبل الانفجار كان بقلبه في غاز معين على الحرارة على الحرارة بنضغط على بعضه وبعدين بنفجر مدد وبالتالي انفجر، بينما هون الماء هو اللي امتص الحرارة الزائدة. برجع بقول انه تجربة فيها هدف علمي، فيها تفسير لظاهرة علمية، وهذا الشيء بيقودنا حتى نقول انه الماء له خواص كتير من خواص الفيزيائية المتنوعة هي قدرته على امتصاص الحرارة. أكيد. تمام. هلأ احنا خلصنا من هاي التجربة ما هيك هبة؟ خلصنا منها. طيب فخة عقبال المية. منكمل هلأ بتجربة جديدة نشوف شو بدنا نعمل. هلأ نحن كلاتنا بنعرف انه نحن وقت نسكب كاسة شاي او اي نوع من السوائل نحن موجود عنا، اذا ضفنا رسائل تاني اللي لح يصير عندي عملية خلط بيناتهم. مزبوط. بين السوائل نعطي مثال مثلا عماد شو ممكن نضيف للشاي ببيتنا مثلا باستعمالاتنا؟ ممكن ماء، ممكن حليب حتى كمان حليب. صح، خل ممكن كمان صح، هي كلها مواد موجوده بالبيت صح. اي بس عصير وشاي ما معقول نشرب عصير وشاي، بس احنا نتخيل انه لما بدنا نشرب الشاي اكيد بينشرب مع مين؟ هو مع الحليب اكثر شيء. تمام. طيب هلا نحن عندنا شاي مغلي مضاف له كمية من السكر، يعني كأنك أنت عم تشرب كاسة شاي نظامية بالبيت. تمام؟ هلأ تجربتنا لليوم أنه أنا كيف بدي أضيف مي فوق الشاي من دون ما خليهم يختلطوا مع بعض، بدي أضيفهم بطريقة يكون الشاي مفصول عن المي. معقول؟ ممكن علمياً علمياً أو ذهنياً ممكن يصير معكم هذا الشيء؟ أنا بقول مستحيل. أنا ما خطر بالي فكرة. ما خطر بالي. أقول بتكون معجزة إذا ضبطت. إذا ضبطت لا هي معجزة. أو خليني أقول هي معجزة علمية بحتة. طيب. بس مو أكثر من هيك. هلا نحن كل شيء محتاجينه اللي بدنا نستعمله هلا. نعم. هلا بدي أسألكم سؤال. لما بتروحوا بالبيت تشربوا شاي وكان ساخن كثير فرضا وانت كنت مستعجل بدك تشربه بسرعه وتطلع على الرياضه مثلا، بدك تبرده بمي، فلما عم تحط مي انت شو عم بصير؟ عم تبرد، يعني عم يختلطوا مع بعضهم صح؟ نفس الحراره. هذا الشيء اللي احنا بنلاحظه بشكل بديهي، يعني دائما لما بنحط مي للشاي بيختلطوا مع بعض وبيتجانسوا حتى كمان وبالتالي بتنخفض الحراره. بس الشيء اللي عم تحكي لنا اياه هلا هبه انه عم تقول انه ما رح يختلطوا. انا ما بصدق لحتى اشوف هبه. طيب اكيد رح نشوف الرأي. طيب شو بدنا نعمل؟ هلا احنا نستخدم ادوات، هي الادوات اللي اصلا موجوده عندنا في البيت متواجده. معك ورقه زبده؟ نحن جبنا ورقه زبده قصيناها كمساحه هي اصغر من مساحه السطح السائل اللي موجود عندي، الوعاء اللي موجود فيه. يعني نحن عم نقص على شكل الكاسه. تمام. من بعد شوي عن الحواف. تمام. انا بس بيهمني انه يكون في عندي نحطها بشكل ملاصق تماما للسطح. تمام. معناتها بدنا نكون هيك حذرين واعصابنا هادية. تمام. هون يمكن لسه بدها لانه في فراغ هواء. هلا هي رح تاخذ الشكل لحالها. تمام. هلا اذا انا جبت مي، طبعا حكينا ان احنا انه الشاي عندنا شو؟ فيه سكر. في مادة سكر. مو شرط انه يكون سخن، بس الفكرة انه هو تمام.
هلأ بدنا نعمل الخطوة الثانية. الخطوة الثانية اللي نحن بدنا نعملها ممكن نستعمل مي من كاسة التلج مثلا، أو إذا بتحبي هبة بساعدك إذا نستعمل هاي كاسة. طيب. مثلا هلأ رح نحط المي فوق الشاي. رح نحط المي فوق الشاي بس بهدوء، بهدوء لحتى ما يختلطه، لتنجح التجربة إن صح التعبير. تمام. إذن هاي أول معلقة صغيرة، بعدين كمية تانية وتالتة. الفكرة إنه نحنا بس بهدوء بدنا ننزل المي. يعني ما بصير نحط الكمية الماء دفعة واحدة وأنا لا لا دفعات. لا لا لا، شرط التجربة إنه نحنا نكون عم نشتغل بهدوء. معناتها بدها تكون أعصابنا هادية كتير 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 وحزين بكل حركة بنعملها لتنجح التجربة. وهي بالأساس العلوم شو بتتطلب عماد؟ الملاحظة والتركيز، الملاحظة بهدوء وتركيز حتى لحتى بالنهاية تنجح كل عملية التحليل، التحليل اللي احنا عم نحلل التفسيرات، يعني هاي الظواهر اللي عم والملاحظات اللي احنا عم نشوفها. تمام. هلا من طرفي انا هون مبين فاصل، اذا برمناها كمان بهدوء انا خايف اني اخربها مثلا اتجاه الكاميرا، مبين تماما واضح عبد الرحمن وعماد. هلا هون فيك تحطي كمان مي هبة من هالجهه اكثر شيء لانه الورقه مايله على ما يبدو. واضح تمام عمليه الفصل. وهلا الحد الفاصل وكمان بدنا نذكر بشغلة انه الورقه ما كانت على قد السطح السائل كاملا، وانما هي بعيده عن الحواف، يعني معناتها في اماكن عم يمتزج، هي عم يصير في تلامس بين الماء والشاي، ومع هيك مثل ما حكيت هبه انه ما عم يختلطوا مع بعضهم البعض. هذا بيخلينا نقول انه صارت معجزه مثل ما انت حكيت عبد الرحمن، اذا حدثت المعجزه وما اختلطوا مع بعض البعض. انه نحن حطينا ورقه الزبده بمساحه اقل من مساحه كوب الشاي اللي موجود معنا، حطينا المي بهدوء، اهم شيء انه نحن عم نشتغل عم نحط بهدوء، حطينا فوق الورقه ورقه الزبده اللي هي اصلا موجوده معنا. تمام. شوي شوي المي بده ياخذ حجمه الطبيعي. تمام. لما ضفنا الكميه المناسبه اللي رح يصير عنا انه رح يضل الشاي تحت والمي فوق. طبعا الموضوع بيتعلق بسببين، السبب الاول انه نحن السوائل اتفقنا انه هي الى توتر سطحي او شد سطحي للسوائل، فانا ما خربته للشاي، لهيك هو ضل محافظ على نفسه واجى المي فوقه بطريقه فيزيائيه ضلوا مفصولين عن بعض. يعني تفضل. ما بصير انه نحط احكي المي فوق الشاي؟ ما بيمشي الحال، لانه نحن حكينا انه نحن حاطين الشاي فيه سكر، فمعناتها انا عندي وسط عالي التركيز. هذا السبب الثاني اللي خلاني اقدر افصل السوائل عن بعض، كل ما كان السائل اللي عندي كثافته اقل كل ما كان بياخذ مكان اعلى من السائل اللي كثافته اعلى. تمام. الشاي فيه سكر فمعناتها كثافته اكبر من كثافه الماء، فبالتالي هو اللي رح يكون تحت. وذكرت هبه انه نحن نجاح احد اسباب نجاح التجربه انه الشاي بشكل عام ضل متماسك جزيئاته مع بعض البعض، يعني ما حركنا ولا هزينا ولا خربنا هاي الجزيئات. فيني نتخيل انه الشاي الموجود هون هو مكعب من الجيلي، ماده جيلاتينيه، فهي ضلت متماسكه وضلت يعني جزيئاتها ثابته. هلا اذا هون جبنا المعلقه وحركنا هيك كسرنا هاي الجزيئات بعدناها عن بعض. هلا اذا نحن ضفنا المي بصير انه بيمتزجوا حتى الورقه خسرناها. شفتوا لما يعني صار في مثل قوه دفع للاعلى خربت جزيئات الشاي، صار عندي الشاي. تخريب للجزيئات وتخرب عندي سطح التوتر وخربنا حتى عدلنا التركيز كلياته. انا ما فهمت ليش المي ما فات بالفتحه اللي ملامس فيها الشاي والمي، كل المي على الحواف قصدك. ضلت فوق، حكينا انه نحن حافظنا على شد السطحي للسائل اللي هو الشاي. الشاي هو وسط عالي التركيز لانه فيه سكر. تمام. فنحن حافظنا على شد السطحي له، نحن لهيك كنا عم نضيف المي بهدوء بمعلقه صغيره بهدوء كثير فوق ورقه الزبده اللي نحن كنا حاطينها، تسرب من جوانبها الماء
فمثل كأني عملت حد فصل، فحد الفصل كان بيناتهم هو سطح التوتر اللي موجود بين السائلين. يعني سطح فأنا المشكل. ما خربته، أنا وضفت المي بالنهاية بقوة، أنا خربت سطح التوتر وسمحت بأنه جزيئات الماء تمتزج مع جزيئات الشاي ونعدل التركيز كلياته. يعني فيك تتخيل أنه كانت الجزيئات ما يشبه الشبكة متراصة لبعض البعض، هاي الشبكة مشدودة عم تشد، وهذا اللي حكيت عنه هو التوتر، قوة التوتر، أنه في شد لسطح الجزيئات. ومثل ما ذكرت هبة، وقت فجأة ثقل معين إجا اخترق هاي الشبكة من الجزيئات، مثل كأنه تمزقت، وشو صار؟ نزلت شو تكسرت برابه ونزلت شو جزيئات الماء، وهون صار تجانس للمحلول، وبالتالي ما عادوا مفصولين عن بعضهم البعض. رياضة ذهنية صح كانت؟ يعني فكرنا فيها بالتجربة والملاحظة، وصلنا لمعلومة رح نثبتها بذهننا هاي المعلومة، وأكيد ما بننساها. بدي أشكركم إنكم صبرتوا علينا لحتى استمتعنا أكثر. استمتعت ولا لا أيمن؟ وأنت عبد الرحمن كان في متعة؟ مع تأدي التجارب هاي بتكون حلوة، بتخلق جو من المتعة، وناخد معلومة كمان بصورة ممتعة مستحيل ننساها. تفضل. أصلا مو قلت لنا بدنا نعمل زيت والمي؟ الزيت والمي هلا اذا في وقت بنعمل التجربه، بس لا هي ما بظن انه بايمان وقت، ممكن بحلقات قادمه، بس مشان تمام رح نفوت فيها بموضوع ثاني. تمام، بس انه فيك تقوليها بشكل سريع عن سهبة. هو خلينا نعمل شويه تشويق للمشاهدين، انه نحن بدنا نحط قنينة زيت وقنينة مي ونتركهم يبدلوا مع بعض من دون ما نحن نتدخل نهائيا. يعني يتفضل زيت لقنينة المي والمي للزيت من دون ما نحن نعمل اي شيء نهائيا، من دون ما يكون في عنا وعاء ثالث اصلا. شيء بيثير الاستغراب، فلهيك دعوه مشاهدينا تنتظرونا بحلقات قادمه بنقوم بهاي التجربه، وتابعونا لتعرفوا اكثر المزيد من الاسرار والتجارب الامنه مع هبه. شكرا لك هبه على هاي المعلومات. شكرا لك عماد، وشكرا لك عبد الرحمن، وخليكم متابعين بهاي الرياضات الذهنيه اضافه لهوايه هتكون. مشاهدينا طبعا احنا مستمرين، بعد الفاصل بنرجع، خليكم معنا. بعد الفاصل رجعنا مشاهدينا، وهلا وصلنا لفقره كثير ممتعه، هي فقره سؤال وجواب. كاميرا ابداع العلوم جالت بين طلابنا الاحباء ورصدت تساؤلاتهم، ونحن بدورنا مثل ما عودناهم رح نقدم لهم الاجوبه العلميه، لهيك تابعوا معنا بالفقره الاتيه مجموعه الاسئله اللي هن حبوا يطرحوها علينا والاجابه العلميه. داني حمود من الصف السادس مدرسة نصير شورى. أنا بدي أطرح سؤال لبرنامج إبداع العلوم، كيف تبقى الطيارة بالهواء؟ تستطيع الطائرة الإقلاع بالهواء؟ يوجد في الطائرة قوتان رئيسيتان تسهمان في إقلاعها بالاتجاه العمودي، وهما قوة الرفع نحو الأعلى ووزن الطائرة نحو الأسفل. ولكي تطير الطائرة يجب أن تكون قوة الرفع نحو الأعلى أكبر من وزنها، فيقوم مهندسو الطائرات في البداية بتخفيض وزن الطائرة عن طريق اختيار المادة التي يتم صنعها منها، والتي تكون في العادة تتكون من سبيكة تحتوي على الفولاذ والألمنيوم، فتمتلك بذلك صفات المعدنين من القوة وخفة الوزن. ولكي ترتفع الطائرة تحتاج إلى قوة الرفع، والتي يتم تزويدها من خلال أجنحة الطائرة، واعتماداً على بعض القوانين الفيزيائية، ومنها قانون بيرنولي الذي من خلاله تتولد قوة الرفع اللازمة لرفع الطائرة. فعند زيادة سرعة الطائرة تزيد سرعة الهواء الذي يصطدم بجناحها، ويكون جناح الطائرة مصمماً بحيث يكون منحنياً بطريقة تجعل الهواء ينقسم حوله بطريقة تكون سرعته في أعلى الجناح أسرع من أسفله.
وبما أن الضغط الهوائي يقل بحسب مبدأ برنولي كلما زادت سرعته يكون ضغط الهواء أعلى الجناح أقل من أسفله، مما يؤدي إلى توليد قوة الرفع التي تقوم برفع الطائرة نحو الأعلى عند وصولها للسرعة التي تجعل قوة الرفع أعلى من وزن الطائرة. لهون بتكون حلقتنا انتهت مشاهدينا، بدي لاقيكم بحلقة جديدة من برنامج إبداع العلوم. نتمنى فعلا انكم تكونوا استمتعتوا مثل ما احنا استمتعنا بالشيء اللي قدمنا لكم اياه من خلال التجارب والتقارير والمعلومات اللي سردناها على زمن الحلقة. لاقونا بحلقة جديدة، وإلكم مني ومن فريق العمل أجمل الأمنيات السعيدة. شكرا لكم.